انا لو كان اعرف ايش بده يصير فيني لارجع لحضن مرتي واموت معها وانا ولدتي اكمل موتين عشان ما نضل بهالعيشة. يا ودي كرمال الله يسلمينا يا الله يا الله. وقعت الزلزال، زوجتي فيقتني، قالت يا محمود أن له فلله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. قمت شلفت حالي قلت لها لحقيني يا الله. ما كملت كلامي رعد رعيد هيك وزعقة نزلت هيك، لسه ما فتحت الباب، كبست هيك صف طبت الأذى، الدم بينزل من راسي. اجوا اثنين هيك شباب ما عرفتهم، ولأني عتمت الدنيا صارت سودة كلها وطبطب وكلها غبرة. الطفل كمان في واحد طالع أول شيء قدامي، قام قلي هات ايدك، ايدي هيك قال يا الله. قلت له عب شوي راحت اجراي، شدني شوي شوي طلعت. رحت للساحه طلعت بين النسوان كلها اني مرتي وينها عديله وينها، قال ما حد شاف. رحت على البيت بالشحاطه فلين بابي، ما حد رد ولا في ابدا، طلعت هيك كلها دمار. رجعت رحت بعد شوي رجعت النوب جيت، اجوا شايروكم زي حسينكم الدفاع المدني كثر الله خيره، وانا كل شوي اروح ايبس حالي وين بدي دفعت اذا ما تحملت البرد، وارجع لهنيك على الموضوع. والمكان هو يعني عدات بسيطه ما في يعني غير الله وهالعدات. اجوا شايروكم زي حسينكم الدفاع المدني كثر الله خيره. اذان العشاء بعد اذان العشاء لا طالعنا الاشلاء. نحن جماعه عباب الله من يوم يومنا، الله خلقنا فقراء ومتنا حتى ماتوا فقراء. هي اللي ظلت الحسره بالقلب بس نشكي الحمله صاحب الحمله الله وبس، لا غير ما بنشكي. كنا متأملين اني امنا بالله اني طلعوا لنا اياهم بس خسرنا.